السلام عليكم ومرحبا فيكم اخيرا في اضافة Elden Ring Shadow of the Earth Tree. قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ويلا Let's go. طوق ميكلا يعني بدينا في DLC. المفروض ندخل من هنا. لك في شخصية واقفة. بسم الله، هذا دخول، طريقة دخولنا إلى DLC. Were you guided here by kindly Mikula? Leda. Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the kind now dwells. Mikula Latouf. Some patriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. Kindly, if some you more. Find them, they are certain to lend you aid. من هو أولندا؟ Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. Realm of shadow, مملكة الظلال. May we meet again. يلا let's go. لمس الدراع الدابلة. توجه إلى مملكة الظل. في خريطة جديدة تماما خارج الخريطة الأصلية. اوكي انا اقدر استدعي تورنت بس خلينا نتمشى. اوكي ما ادري ليش مشغلين النور. سهل المقبرة. هذا نفس شعور اول ما تفتح البوابة وتشوف ليم جريف. واه وقلت زي ما تشوفوا هذاك الضخم اللي يشبه الفاير جاينت اوريدي نشوفه. في كم حاجة جديدة. دقيقة. مباركة مملكة الظل. هذا الليفل اب الجديد اللي خاص للاضافة. الحين نحتاج اوكي خلينا نروح هنا ناخذ الخريطة. ناخذ الخريطة تعال نشوف. ودي اروح لهذا العملاق نقاتله اوريدي. هذا شفنا لي صورة. إيزي. قلت لك إيزي. عفان قناع المبارز الملعون. يقول القناع مرتبط بتاج من القرون متشابكة يرتديه الذين يستحضرون القدرة السماوية. يزيد التضرع السماوي من براعة مرتدينه لكنه يتسبب في أن تصبح مباركة شجرة إيرجي مثيرة للغثيان ما يخلف تأثير قوي للشرب من قبل الدموع المقدسة. خلينا نلبسه مو مشكلة. الجميع حرقوا وتلاشوا. مزمر الذي حرقهم وبساعدة مجموعته. ما الذي فعلناه لنستحق مصير كهذا؟ عشنا حياتنا فقط، عشنا في سلام. أنا بعرف ويش سالفة مزمر، وهل هو بيكون ولد من أولاد ماريكا؟ خريطة سهل المقبرة. ما أخذنا الخريطة كاملة بس هالمنطقة. المكان ضخم بشكل مو طبيعي. أوكي، هذا إيش؟ وش الصوت هذا؟ جامب سكير في Elden Ring؟ نوع جديد من الكلاب. دقيقة. هولي شيت. شفت يعني ما في شيء اسمه اوفر ليفلد، لأن الـ DLC بيكون صعب. أنت يا حمار أنت اللي قتلتني صح؟ الدوامة النارية. تعطيني ايتم عشان اشوف؟ ما اعطاني ايتم.
هذا واحد كبير. شوف سلاحه، هذا سلاح جديد. ها ها اوف، حركات زي حركات رادجان. اي والله حركات زي رادجان. عطوني مطرقة، عطوني مطرقة. اوكي، هذا اول سلاح نستخدمه في الاضافة. خلينا نستكشف هذه المدينة والمكان المكسر. ما ان اول مكان يعني شو اسمه مبين في الخريطة، الانقاض المحترقة. هل في ايتم او سلاح او شيء مهم داخل هالمكان؟ اوكي، لا يقول بسوي لي تيليبورتيشن. alright، نصل الرحمة، تاليزمان، زيادة قوة الهجوم بعد كل ضربة حاسمة. اوكي، وين الايتم؟ اعطيني ايتم، لازم كل مرة كل عدو اقتله يعطيني ايتم. دبل كيل. اوف على الصبع على طول. واو 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 واو. شو السر في هذا المكان؟ مستحيل. باص اوريدي، وصلنا الى باص. اوكي، هذا اول باص في اللعبة او في الاضافة. من هو يا ترى؟ فارس سجن العزلة. نجرب هذا. ها يا حمار، ليش تتعالج؟ ها ما ادري ليش مراد يصير له ستاجر. هذا أول باص في الإضافة. تم صرع العدو. أولي شيت، سيف فرسان، سجن العزلة. الآن شكلنا من واجه هذا الحبيب. Let's go torrent. أشوفه يهجم علي على طول. ما شكله باص. انا اطلق على الاضربه، اطلع علي. كان دمه ما يخلص. ما اوكي
اوكي الحبيب هذا اوكي اوكي هذا اول واحد نقول لي نرجع لك بعدين والله ارجع لك بعدين ما اسوي اي شيء لي ما دم ما نقص ابدا اوكي هذه اعداء جديده نرجع له بعد ما نصير اقوى انا شكله مفروض انك ترجع لي بعدين وانا صراحه ما عندي وقت اني اقعد اقاتل عدو قوي مره لحقني الى هنا خلاص ما بقى النص المعكوس القبضه يا حبيبي اتركني بحالي حالي انا بفتح الخريطه ما ادري في وين انا اها نشوف اول علامه الى ميكلا هذول الام بي سيز اللي شفناهم في التريلر فاي انذر تريدينج ذا هيلز اوف ميكلا راسك غريب انت as that woman would surely say we are in our purposes well aligned uh-huh. understand your kind are not forgiven ah three is my people's enemy by Marika long betrayed set aflame okay I believe Mikela's apologies when he says our delivery will come but never will I see your kind as worthy يقصد tarnished yet my oath I cannot overlook if Mikela it is whom you would seek then comrade allow me to give you this These are the sites of the crosses I found I urge you موقع صلبان follow after Mikela uh-huh. as long as you abide by his footfalls You will be no enemy to me. خريطة الصليب. تلقيت خريطة مواقع الصلبان كنت أفقدها في المخزون. خريطة الصليب. يقول لك خريطة بسيطة صممها هورنيسنت. هذا هو الشخص اللي نكلمه الحين. حددت موقع الصلبان الذهبية. تشير الصلبان إلى آثار أقدام ميكلا. كيف اقدر اشيك عليها؟ الحين هذا اللي في النص هذا اللي احنا فيه. في واحد يسار وفي واحد يمين، اوكي. امس الصليب، وش بيصير لو امسه؟ كلمات محفورة بجانب بعضها، اترك أول جزء من جسدي هنا. هذا ميكلا ها؟ اترك أول جزء من جسدي هنا. برعم دم الروح السماوية. بنية هذه. Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Freya is a Freya if you got a war. Oh, another. Did you speak to our dour little friend? Yes. If you've yet to do so, have him give you a map of the cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands. Dotted about these lands. Footprint. Okay. All right. عدنا المكان سوي لي استكشاف. هذا عدو جديد ذكرني بالميس بيغاتن او اللي هو شو اسمه ديمي هيومن شكليا هذا يشبههم وشكله غول نقدر نتكلم اياك هذول اللي يسموهم رات كن او كن اوف رات انا كنت ناوي اضربه بس زين استنيت وصفه عائله العلاف الفراشة السوداء بس هذا اوكي ما بقتلك alright خلينا ندخل هذا هذا المكان مدينه بلده الفرس اوكي بلده هذه كالعاده مدمره زي البلده اللي شفناها في البدايه بدنا نركب من هنا اوكي
أنا دولة أكبر لو يبين لي نفس الشيء. لا نفس الشيء. أمك تعال ساعدني. يلا let's go. قاعد يسوي نفس حركة مونك. شوف بس انا قلت اشوفه كأنه قاعد يسوي زي مونك. خلاص ميمك روح ابغاك. اوكي ارث الحاكم الخارجي. زيارة الغموض. الغموض؟ الغموض له الاركين عشان الدم. طلسم محفوع قصة حاكم خارجي يزيد الغموض. أمعنت على العشيرة الذي فقدت كل شيء في الحرائق الكبرى النظر في جثة سلفهم. الأمر الذي يعد في العادة فعلا مقدسا. ورأوا في ظلها جبارا مشوها. عانت العشيرة الأمرين لأنها اتخذتها من هذا الشيء الشنيع موضع تبجيل. هذا العملاق الثاني. اوكي فيها هذا وش؟ هذا خروف ذهبي. واو ليش كبير كده؟ واو اوتش. ما يعطيني اي ايتم لكن يب سلامات يا ابوي. ما اشوف اقتناع الا لي اني صديقك. ابغى سلاحك انا صراحة. سلاحك نايس. آها ميتا وبا با وهو استخدمه بس خلينا نحصل مكان نسوي فيه ليفل اب. وهذا بعد سلاح جديد. اوه نايس. النقطة العمياء. اوه ايه بما اني ما انا ثقيل فاني بخليه. نايس درع جديد. هذا هو الصليب الثاني وفي جنبه NPC. اوكي فكل صليب نحصل NPC جديد. نرتاح اول شيء. اوكي رجال. I am Ansbach. Ansbach. Formerly in service to Lord Moog. Oh. But now like you another soul guided by kindly Mikola. كان يخدم موغ. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me. Which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern Tender Mikola's ultimate purpose. والله حسنا ميكلا بيكون هو الباص الأخير في الإضافة. Unless I know that I can be of use. I request a service. Six crosses identical to this one have been discovered in these mines. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. Okay, inshallah. And you too are keen to know what kind. What kind Mikola is doing here. معناها في التريلر هذي. حصن لا مو انت. عم بقرا رسالة الصليب. ايه لمس الصليب. كلمات محفورة بجانب بابها. اترك جزء من لحم جسدي هنا. Together. ما توقعت صوتك كده أنا. For Mikola the kind, many things we have found.
That is L'Amour. I like finding things for you, Lady Leda, our allies, and the Forager Brute. Things bring joy to all. I for you, things. يلا ممتاز. هل يمدينا ندخلها اصلا؟ هولي فاك، يفتح باب بهالحجم. هذا ليش المكان يذكرني بفارمازولا؟ عقرب؟ اوه شكله رهيب، بس فكرت انا اقوى. اوكي ما شفت، الحمد لله. هذا شوف من نعمة انك ما تشوف اللي هو شو اسمه التريلرات والحرق الزايد، يعني هذا اول مرة اشوفه، ما طلع في لا في اعلان او شيء. لا يكون هذا مكان شو اسمه، لا لا انا فكرت اوه اللي ما يحبوا الحشرات ما بيحبوا هالشيء. انا فكرت زي راوند اللي هو راوند هول تيبل، الراوند تيبل هولد هذا هو، لان انا بسوي ليفل اب لاسلحه جديده، بستخدم اسلحه جديده. alright المكان شكله رهيب. اوه هذول يشبهوا اللي كانوا في ديمون سولز. هذه مامي سكوربيون، مامي اوكي يا غدار. المكان في حجم، هاتشوف انا اعرف الباص اللي بنواجهه. شوف بيلورات، مستوطنة البرج بيلورات. الاسد اللي في قرون قرون الاومن. هذا الباب 100% بيكون مقفل. ليش اعرف انه 100% بيكون مقفل؟ لان هي اعرف. اوكي في يمين يسار، خلينا نروح يمين اول شيء. هذا شفناه في التريلر. كوادروبل كيل. اوكي بئر. اوكي لا يكون هذا سم. اوكي فكرت يكون مسموم. مغلق. انا لازم اشوف لي مكان اطور فيه الاسلحه الجديده عشان استخدم اسلحه الدي ال سي. نايس. ايش هنا؟ لا اوكي يبغى لنا الحين نركض عشان نتجنب هذول. نايس فيري فيري نايس.
الحين جايكم عاجبني تصميم المكان، مرة عجبتني المنطقة، بس الأعداء لحد الآن مملين صراحة. هاي حمار انت وهو. alright أتوقع نقدر نتسلق الأرفف في أشياء مخفية. أين في هذه الجهة؟ أوكي فتح في باب ها؟ أوكي يبغون نروح من هنا، بس خلينا نستكشف داخل أول شيء. آها أوكي هذه الأعداء الجديدة. هذه الأعداء اللي أتكلم عنها أنا. أوكي أعطاني هلمة جديدة. تتميز الخودة بتاج من القرون متشابه القوي ما يسمح لمتلقيها استحضار الجلالة زي المحاربين دول القرون حارسي البرج. ثقيل لا ما هو ثقيل. أوكي والله المكان شكله أكبر مما تخيلت أنا. هذه حشرات؟ تعال منا بقتلك. صراحة الحلقة الأولى بتكون كلها استكشاف ما استكشاف. هذا الليفت كن يودينا يرجعنا للجريس شورت كات. لازم دائما نشيك على هذه الأشياء. اها هذا الباب الكبير زي ما قلت شورت كات. نايس اوكي رجعنا هنا. الان نشيك على هذا المكان. اوكي في اكثر من واحد. اوه هذا قوي هذا قوي. اوكي الليلة احمر. اوه هذا كان اكبر ها. اوكي يعني في ثلاثة احجام للعقارب قوس العظام. اوكي انا لحد الان ما اقدر استخدم اي سلاح لين احصل مكان اطور فيه الاسلحة. اوف وكيف اقدر اركب الان انا. اوكي انا هنا ها نقدر نجي من مكان ثاني. اوكي شكله يمكن ما اقدر ارجع لو نزلت. اوكي هذا مكان الحشرات. اوتش 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 هذول ذكروني بحشرات دارك سول 3 اللي في الدي ام سي اللي في دي ام سي أرياندال. عبث حظ موفق. شكرا لك يا صديقي. نايس دبابة العفن أوافي. قلت أنا لازم هالحركة دي لازم هالحركات يا معفن. هذا واحد جديد ها.
وين انا عالق؟ انني عالق للغاية. يا حيوان انت. اوه ماي جاد، رجعوني من جديد. الحين ناسي انا وين انا. والله قوية دول الاعداء صراحة. قلع. اوكي زي ما قلت هذا المكان اللي كنا فيه. فكوني خلاص. اها وي ميت اجان. هذا قوي شكله. اوف حركات. كنا لا 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 يا حيوان. والله قاعد يمسخرني هذا الحمار. خلاص يعني تشقلب ويرفس فيني ويكفخني. ما يستحي على وجهه. مامي اتوقع هذا المكان مهم. مستحيل هذا الباص. كأن هذا هو الباص. نقول بسم الله. اول باص رئيسي في اللعبة او في الاضافة. Here we go. O horn-decked beast from higher sphere delivered, take root inside the tower sculpted keepers, and perched within, we beg of thee, rise. عارف بالضبط وشو هذا الشيء. هذا الشيء مجسم في ايادي، وشو اللي يتحكم فيه؟ الاسد الراقص للوحش السماوي. نايس، أول محاولة قتلني بسرعة. خلنا أخلص الروز حقي يا حبيبي. أوكي الهجوم عنيف مرة. Yes.
Nice. Ha. Whoa! اي والله اكثر من شخص في شو اسمه جسم واحد. واو يستخدم هواء كان يستخدم ثلج يستخدم لايتنين او رعد. والله باص جامد صراحة بداية قوية للإضافة. إذا هذا أول باص رئيسي يا حيوان. هذا الهجوم في آمن. Well, 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 what the fuck is this? Shufra. Okay, nice. خلينا نلبسه. ذكر الأسد راقص منحوته على شجرة سكادو. يمكن فتح قوته التي تحملها الأسد عبر قراءة قارئة الأصابع. احنا الحين ما نعرف كيف نروح للش اسمه Round Table Hold. عندما هاجم جيش مزمر البرج تحول طقس رقصة الأسد إلى فن قتالي يعكس قدرته السماوية وغضبه وجمال خفته وحركته. أوكي أتوقع هذا وقت مناسب أن نوقف الفيديو هنا. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.